مرحبا بكم أصدقاء قناة تالي سكيلز المهتمة بعالم الفلاحة والزراعة والطبيعة. إذا كنت أول مرة تصل إلى هذه القناة اضغط زر الإعجاب واشترك، فهنالك العديد من الفيديوهات والدروس حول عالم الفلاحة وخاصة الأشجار المثمرة بطريقة بسيطة جدا من الفلاح إلى الفلاح مباشرة. مرحبا بكم أصدقائي من جديد. لمن لا يعرفني، أنا أقدم محتوى فلاحي يخص الأشجار المثمرة بشكل بسيط وعلى السريع، وفي هذا اليوم الجديد ودرس جديد وموضوع جديد بحول الله. الآن ونحن على مقربة من نهاية أو مشارف نهاية فصل الشتاء، بدأت البراعم الثمرية لأشجارنا بالانتفاخ. لاحظوا كمثال هنا أصدقائي، ها هي هذه البراعم المنتفخة هكذا على شكل لهب أو على شكل شمعة، هي العناصر أو البراعم التي ستعطي أوراق، التي ستعطي أزهار بإذن الله، والأزهار هي التي تتحول إلى ثمار. مثلا في هذه شجرة التفاح لدينا ثلاث مواضع لهذه البراعم الثمرية. أولا هذا الرأس الذي يكون ملتصق مباشرة بهذا الغصن. لاحظوا هذا أول نقاط البراعم الثمرية، ويمكن أن تكون إطالته حوالي 3 إلى 4 سنتيم. أما النقطة الثانية فهي البراعم التي يفوق طولها 8 سنتيم إلى 15 سنتيم، وتكون نهايتها هكذا، تكون نهايتها متوجة بهذا الشكل، فهذا أيضا برعم ثمري سيعطي ورود وثمار بإذن الله. أما النقطة الثالثة وعلى السريع أصدقائي، كما تلاحظون في عجالة وفي هذا الفيديو القصير لأن الريح اليوم سرعة الرياح كبيرة ولم أجلب معدات التصوير من كتم الصوت في الميكروفون، كتم الهواء والضوضاء، لكن أحاول أن أصل المعلومة إليكم بشكل بسيط. النقطة الثالثة أصدقائي وهي المحفظة الثمرية. لاحظوا مثلا هذا البرعم أو هذا الغصن كما يبدو منتفخ، كان قد أعطى ثمار هنا في السنة الماضية وربما السنة التي قبلها. هذه المحفظة ستعطي ثمار لمدة تفوق 5 حتى 8 سنوات، ثم يجب تجديدها لأنها ستصل إلى عمر يعطي ثمار قليلة وصغيرة الحجم، لذلك يجب عملية التجديد والتشبيب كل 7 8 سنوات لهذه الجيوب أو المحافظ الثمرية. القليل من يعرف هذه المعلومات، لكنني لأنني صديقكم وبسيط بساطة الفلاح الذي يعمل بجهد وتكون سعادته في المزرعة، فأتقاسم معكم هذه المعلومات. هذه المحفظة أو هذه المنطقة المنتفخة هكذا هنا كما ترون أصدقائي، كانت قد أعطت ثمار السنة الماضية والتي قبلها هنا، وفي كل سنة يخرج منها برعم آخر سيعطي ثمار بحول الله. هذه أيضا لاحظوا أصدقائي، كانت قد أعطت ثمار هنا في هذه المنطقة، والآن في هذه السنة خرجت هذا البرعم الذي سيعطي ورود وثمار، وفي السنة القادمة أيضا بحول الله لمدة 5 سنوات حتى 8 سنوات، وبعدها يمكن تشبيبها، وذلك بقص الغصن هنا لتحفيزه على إعطاء محافظ ثمرية أخرى. كانت هذه أغلب نقاط هذه الحلقة. هنالك أيضا معلومة أخرى، وقبل هذه المعلومة أرجو منكم الأصدقاء دعمنا بتعليق، تعليق يحفزنا أو تعليق فيه استفسار لنقطة ما مبهمة وغامضة تريدون معرفتها، وضغط زر الإعجاب لكي يصل هذا الفيديو إلى الكثير من الفلاحين مثلكم وأصدقائكم، فلا تبخلوا علينا الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب. أصدقائي لاحظوا هذا غصن رئيسي، ها هو يخرج من الجذع الرئيسي ثم يكون من
الفروع الهيكلية للشجرة. من هذا الغصن تخرج أغصان ثانوية أخرى الحاملة للثمار، وهذه طريقتي في التقليم التي أستعملها منذ سنوات، وهي تعطي نتائج جد ممتازة، حيث تكون ثمارنا هنا ونحافظ على شجرتنا لا تنكسر هذه الفروع، يعني هذا الغصن لن ينكسر لأنه في مستوى مستوي، وستكون ثماره هنا هكذا تحميها الأوراق وهذه الأغصان من أشعة الشمس وأيضا من الكوارث الطبيعية والعوامل الطبيعية كما تلاحظون أصدقائي. هكذا كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، شكرا لكل من وصل إلى هذه الدقيقة، لا تنسى دعمنا بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وانتظارنا في حلقة قادمة أو مراجعة فيديوهات أخرى لمعرفة كل خبايا وأسرار الأشجار المثمرة. دمتم برعاية الله ويوم موفق للجميع.